أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها بصدد تنفيذ مشروع ضخم يهدف لتخفيف البطالة بين المواطنات في مختلف التخصصات، ويأتي ذلك من خلال مشروع التدريب الموازي النوعي، واللي يهدف إلى تدريب وتوظيف السعوديات بحلول نهاية 2020. عشان نتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل أكثر، اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ رضوان الجلواح. أهلا وسهلا فيك أستاذ رضوان. أهلا فيك. حياكم الله. طيب أستاذ رضوان، في البداية كيف تصف لنا تحول سوق العمل السعودي وانعكاسه على المرأة السعودية في الفترة الحالية؟ في الفترة الحالية الآن السيدات يدخلوا القسم أو مجال التوظيف بشكل كبير، وبعضهم الآن ينافس في بعض المناصب القيادية ما شاء الله عليهم. لازال مشروع دخول البنات في سوق العمل طري، لا زالوا يتعلموا ويدخلوا يحاولوا انهم يجربوا. في وظائف قاعدين ينجحوا فيها بشكل كبير ان شاء الله، وفي وظائف يحتاجوا شويه اقلموا اكثر. جميل استاذ رضوان، يعني شفنا انه من فتره معينه بدانا بموضوع السعوده والتوطين ثم التانيث، عشان الحين بموضوع البطاله، وفي كثير بنات دخلوا في وظائف لو ابغى اسميها وظائف مؤقته للاسف. هل هذا الشيء ممكن يعكس بشكل سلبي او ايجابي على سوق العمل؟ اذا احنا نبغى نحد من البطاله، فممكن اني اشغل السيده في وظيفه بنعرف انه 2000 وال 1500 هذه ما تسوي شيء. انا بالنسبه لي هذه وظائف مؤقته، انا بالنسبه لي فتره معينه هي اوكي كويس تسوي اكسبيرينس شويه الين لما تنتقلي لمرحله ثانيه. لكن لو أنا أبغى أحل موضوع البطالة، هل هذا حل أو لا؟ قطاع التجزئة قطاع كبير في أي اقتصاد في العالم. فقطاع التجزئة نعم هو داعم كبير للاقتصاد، فأكيد هو مش حل دائم ولكنه أحد الحلول. الوظيفة المؤقتة اللي أنت تسميها مؤقتة، في بعض الأشخاص ما كانت عنده مؤقتة، أخذها ك يعني as a job really job. وتدرج من سيلزمان الى ستور سوبرفايزر الى ستور مانجر، واليوم في يعني احنا عندنا قصص نجاح في ناس اريا مانجرز سعوديين نفتخر فيهم، يعني سواء كان في قطاع التجزئه او في قطاع مبيعات السيارات وغيرها. طيب ايش الاطار القانوني لحمايه حقوق المراه بسوق العمل؟ مكتب العمل اصدر خلينا نقول بنود عن الاختلاط حقهم، الطريق لازم يكون فيه لهم مكان للاستراحة، مكان للصلاة، ما يكون فيه يعني اختلاط بشكل دائم. غير كذا أيضا حقوقهم سواء كانوا سيدات متزوجات. طيب خليني أركز على حاجة إذا تسمح لي. في بعض الموظفات لاحظتهم أنهم ما يجلسون أو ممنوع الكراسي بالمحلات اللي هم جالسين يشتغلوا فيها، إذا نبغى نتكلم عن مولات أو محل ما، فإنه ممنوع إنه على الريسبشن يجلس على الكرسي هذا سبع خلل أو ثمان ساعات. حلو، هذا خلل. أوكي، أولا في النظام يقول لك 5 ساعات عمل متواصلة ثم استراحة لمدة نصف ساعة. هذا نظاما مكتوب 5 ساعات وأنا واقفة؟ النظام يقول لك 5 ساعات متواصلة. لكن 5 ساعات عمل متواصلة ما تقدر تأدي عملك وانت جالسة؟ يعني حتى لو كانت محاسبة ولا محاسبة زبائن في مكان ما اللي بيحكم انك تحفظتي عليه، تستطيع انها تجلس وتأدي عملها بشكل كويس. يعني في خلل بالمؤسسة اللي مشغلتهم، ولا في خلل بالبنات اللي ما راحوا وقدموا شكوى او اعتذروا؟ بالطرفين، الخلل في المؤسسة رقم واحد، اثنين في الموظف، ان الموظفات دائما يخافوا ما يطالبوا بحقوقهم. لو رحنا اشتكينا حيفصلونا. لا صحيح. اشتكي عادي، تكلم. النظام الان في صف، يعني النظام لا اقول لك في صف الشركه ولا هو في صف الموظف، هو نظام. اذا انت مخطئ شركه حتتحاسب، اذا انت مخطئ موظف حتتحاسب. جميل. بالاضافه الى الان الـ القضايا العماليه تحولت على وزاره العدل، فاول كانت الشكاوي تاخذ 3 4 5 6 شهور، الان 21 يوم ومنتهى الموضوع. طيب استاذ رضوان، ايش اهميه التخطيط الاستراتيجي للشركات عشان يقدروا يستوعبوا عمل المراه عندهم؟ بعض الشركات عندها يعني عشوائيه، خلينا نقول عشوائيه او قصور في التخطيط، لانهم ينظروا الى الربح السريع. ابغى اربح الان وما لي شغل
في الموظفين. بدليل بعض الشركات فتحت فروع في كل مكان. صحيح. ومع الأزمة كل الفروع تقلصت لأنها كانت فروع عشوائية. لكن الشركات اللي كان عندها خطة واضحة أن هذا الفرع حيستمر إلى 10-15 سنة قدام ما سكرت فروع. فالتخطيط يكون من رأس الهرم في الشركة. يعني معناته حتى التوظيف بيكون عشوائي. حتى التوظيف بيكون عشوائي. على سيرة التوظيف العشوائي أبغى أسأل عن موضوع بند متعاون. بنعرف أنه للأسف في كثير من بنود أو العقود في وزارة العمل فيها ثغرات. معروف هذا الشيء، ثغرات واضحة للعيان. لكن أبغى أسأل عن بند المتعاون هذا اللي أنا أعتبره استنزاف للطرف، وفي نفس الوقت ممكن تتأخر حقوقه، ممكن ما ياخذ راتبه بشكل شهري، في أشياء غريبة بتصير. ليش هذا البند معتمد طالما أنه هو ما بيصب في صالح المواطن والشركة؟ طيب لأنه حتى هنا خلطتي بين الخدمة المدنية ووزارة العمل. أنا أتكلم عن الوظيفة. بند متعاون في الخدمة المدنية. طيب. في القطاعات الحكومية وفي القطاعات الخاصة. القطاع الخاص أنواع العقود دائم، مؤقت، عمل جزئي. عمل جزئي اللي العمل هو الجزئي اوكي اللي هو بارت تايم. بارت تايم العمل الجزئي يعتبر عمل له عقد، له حقوقه وله واجباته. اي بس ايش هي الحقوق والوظيفه والواجبات هذه اللي هي تضمن حقه؟ عقدك. تمام. العقد يقول انه في لك راتب يمشي بالشهر. أي. لك تامين طبي، لك تامينات اجتماعيه، ولكن عدد ساعات العمل المخصصه لك في هذا الوقت. جميل. 4 ساعات في اليوم، 5 ساعات في اليوم. واقعيا هل بياخذ راتبه شهريا؟ طبعا. اوكي. في اماكن نعم يتاخروا في الراتب. أي. نعم، في اماكن ما تسد للراتب، صحيح. لكن هنا انا ارجع لنفس النقطة، ليش انت يا موظف تستمر بالسكوت انك ما تروح تقدم شكوى على الشركة؟ وانا راح اقدم مكتب العمل، اللجنة العمالية. ايوه، لما نسأل انه الواحد مثلا، احنا دائما نقول الانسان عدو ما يجهل، اذا انا ما اعرف الانظمة والقوانين واعرف شيء حقوقي وواجباتي، طبيعي اني انا اتوه وافضل ساكت حتى احافظ على وظيفتي هذه. اليوم ما في عذر بصراحه. صحيح. كل الجهات الحكوميه عندها طرق عده لتحصل على المعلومه. نظام وزاره العمل في عندهم 19911، مجرد ما تتصل عليه يحددك انت تبغى وزاره العمل، التنميه الاجتماعيه، وتقدر تسال اللي تبيه. في ايضا شيء اسمه الثقافه العماليه او مستشارك العمالي. تقدر تساله سواء اونلاين ولا تساله بالتليفون، في كل هذه الخدمات. جميل. لكن مو احنا عدو ما نجهل، احنا ما نبحث او نبحث في الشيء اللي نبغاه. اول خوف استاذ رضوان، يعني في بعض الناس مثلا يقول لك خلاص مثلا هذه وظيفتي، طب اوكي انا لو رحت ورفعت شكوى ومكتب مكتب العمل والمحكمه العماليه، ممكن بعد ما تخلص القضيه دي كلها الشركه تيجي تقول لي مع السلامه انا احتاج الشغل. عشان كذا الشركات تتمادى. اذا ما اكس واي زي يشتكي الشركات تتمادى. صحيح. بس اذا هذا يشتكي وهذا يشتكي وهذا يشتكي، لا، في شركات كبيره تحفظ على الاسم، اشتكوا عليها موظفينها واخذوا موظفين حقوقهم كامله. انفصلوا؟ ها؟ انفصلوا؟ سواء انفصلوا ولا نهايه عقد ولا غيره، بس اهم شيء انه لما هو اوكي انفصل انا بمشي معك على هذه الكلمه، انفصل وخلاص انا انفصلت وبجلس بسكت في البيت ولا بروح اطالب بحقي. طب ليش ينفصل؟ خليني انا من هالسؤال قبل ما ينفصل، انا خليني ارجع لك لورا قبل ما ينفصل وقبل ما يقدم على وظيفه. في عندنا مشكلة خاصة بالتوظيف النسائي. أنا مع وبقوة أنه النساء الحمد لله اجتاحوا كل مكان، بس أنا أحتاج تدريب. أحتاج لما أنا أدخل مكان ألقى واحدة مدربة مثلا، أحتاج لما أنا أدخل شركة ألقى فيه وجه بشوش مثلا ناظرني، مو وجه مكشر وجالس يستقبلني على أساس أنت ريسبشن مثلا. يعني حنا ينقصنا تدريب. أنت ما ينفع أو أنا ما ينفع أنه أنا أجيب واحدة خريجة جامعة أوكي وأقولها تفضلي أنه أوكي قبلناك لأنه سعودة أو أنه لأنه سعودية، وحنا نبغى نوظف سعوديات. لا، أنا أحتاج تدريب، أنا أبغى تدريب، والتدريب مش على الناس، التدريب قبل ما هي تكون بالموقع اللي هي فيه. وينه فعليا ناقص؟ أوكي، هنا أرجع أنا أقول لك إن في خلل في تطبيق النظام من الشركات. صندوق الموارد البشرية بممثل بطاقات في عندهم برنامج جميل اسمه برنامج تمهير. هو أصلا برنامج تدريبي من صندوق الموارد البشرية، أصلا البيمنت من صندوق الموارد البشرية. السكجول الموارد، اللهم أنت يا شركة درب هذا الشخص سواء
سيدة ولا رجل، دربهم على الوظيفة المعينة، خليه يتدرب يتعلم. أوكي. خلص الست شهور حقته أو الفترة حقته، خلاص وظفة. حلو. طبعا تمهير ليس منتهي بالتوظيف، لكن هذا هو رد فقط على التدريب حقي. الحكومة قاعدة تبذل هذا الشيء، لكن إذا هنا نجي في موضوع التطبيق. طيب احنا نتكلم عن الشركات الخاصة والحكومية صحيح، بس عشان التوضيح. بوث. التمهير يغطي الهيئات الحكومية. الحكومية والخاصة. الهيئات الحكومية. أوكي. طيب أستاذ رضوان، اشتغلت المرأة في القطاع الخاص، قد إيش وجود المرأة الكف المدربة في القطاع الخاص راح ينعش القطاع الخاص بشكل أو بآخر، خصوصا مع رؤية المملكة 2030، وإنه بنشوف إحنا في الفترة الأخيرة إنه أغلب التركيز صار في الفترة الأخيرة على المرأة بشكل أو بآخر، وإحنا ما حنقدر ننكر الشيء ده، وشكرا أنكم أنتم تعطونا الفرصة أنه الآن إحنا صار دورنا. بس كيف وجود المرأة في القطاع الخاص مؤخرا راح ينعش الاقتصاد الخاص أو القطاع الخاص عفوا؟ ما نقول التركيز فقط على توظيف المرأة أو بتوظيف بشكل عام الشباب والبنات، وجود المرأة حاليا لأنها كتمكين لها أنها تدخل في بعض الوظائف اللي ما كانت تقدر تدخل فيها، مثل الهندسة، الاي تي، الماركتينج، الأشياء اللي ما كانت المرأة تدخلها. اليوم أيضا الآن يعني صارت المرأة تقدر تصير محامية، صحيح. فهذا شيء مرة كويس، لأن في بعض السيدات لا زلنا ما يرغبون يتعاملن مع رجال، فالمرأة تكون محامية المرأة. هذا حينعش بعض قطاع الوظائف، نعم، لأن في احتياج، لكني أسوي ريبليسمنت، إني لا أستوي هو مو استبدال، ما هو في أشيل رجال وحط بنت، لا لا هو بس لا بس أنت هو مشاركة، إيه هو مشاركة، مشاركة نعم. بس في السريع كده، أنت من وجهة نظرك لسه كنا قبل ما نطلع له، وأنت قلت إنه في أشياء معينة المرأة متمكنة فيها، ومو عشان إنه أنت رجل، بس هي متمكنة فيها أكثر من الرجل. المرأة شوي أكثر دقة. شكرا. وحرص في 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 من الرجل، خلينا نعترف فيها في هذا الشيء. ففي بعض الوظائف اللي تكون تحتاج الى دقه اكثر، تحتاج انك تكون فيها سيده. شكرا، شهاده اعتز فيها. شكرا لك استاذ رضوان، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. يعطيك العافيه. عافيك. شكرا. مشاهدينا فاصل مستمرين من بعده.